السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة أخبار الوظيفة، مرحبا بكم. فضلا وليس أمرا، المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم أي جديد. اليوم إن شاء الله سنقدم لكم في هذا الفيديو نماذج لبعض الامتحانات التي طرحت في المباريات السابقة فيما يخص مباراة متصرفين وتقنيين سواء من الدرجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة إلى آخره بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية. بالنسبة للمترشحين والمترشحات اللي مازال ما تسجلوا، راني شرحت لكم طريقة التسجيل من أول مرحلة إلى آخرها، تلقوها في الفيديو السابق. قبل ما نقدم لكم نماذج الامتحانات ضروري ركزوا على هذه النقاط، خاصكم طلعوا على منظومة الصحة والحماية الاجتماعية، كذلك تعميم الحماية الاجتماعية، ثم الحكامة الصحية بالمغرب، إضافة إلى النموذج التنموي وعلاقته بالمنظومة الصحية، كذلك دور الرقمنة في قطاع الصحة، دون نسيان السجل الوطني للسكان وكذلك السجل الاجتماعي الموحد. يعني هاد المواضيع ضروري تكونوا عاملين عليهم إطلالة. أما الآن غادي نحاول نقدم لكم نماذج لبعض الامتحانات اللي طرحت خلال السنوات الماضية. إذا من بين المواضيع اللي طرحت مباراة متصرفين خلال السنة الماضية، موضوع الأول كان الحق في الصحة بين الارتقاء بالمنظومة الصحية والتحكم بالمحددات الاجتماعية. الموضوع الثاني دعم المبادرة الخاصة والتشغيل الذاتي في إطار التنزيل السليم للورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية ببلادنا. كيف ما لاحظتوا فهذه المواضيع في المتناول لهم علاقة بمنظومات الصحة. وغادي نقدم لكم كذلك مواضيع أخرى طرحات مباراة متصرفين من الدرجة الثانية تخصص القانون. الموضوع الأول حسب الفقرة الأولى من الفصل 154 من الباب 12 من دستور 2011 يتم تنظيم المرافق العمومية إلى آخره. حسب تحليلكم الشخصي، كيف استطاعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الحفاظ على الاستمرارية في تقديم الخدمات الصحية تزامنا مع جائحة كورونا؟ الموضوع الثاني تقوم المرافق العمومية على مبادئ أساسية من بينها قابلية المرفق العمومي للتعديل والتجديد والتغيير حسب التغييرات الاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المجتمع. كيف يتم تحقيق هذا المبدأ في ظل الحديث عن الرقمنة والأنظمة المعلوماتية؟ الموضوع الثالث تعاني بلادنا في السنوات الأخيرة من ظاهرة هجرة الكفاءات الصحية، في نظركم ما هي أسباب وسبل الحد من هذه الظاهرة؟ والآن غادي نخليكم مع هذا الفيديو تشاهدوا نماذج أخرى سواء متصرفين أو تقنيين إلى آخره. Thank you.
إذن كما لاحظتم فهذه نماذج لبعض الامتحانات المتعلقة بمباراة متصرفين من الدرجة الثانية والثالثة، إضافة إلى التقنيين من الدرجة الثالثة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية. في الأخير أتمنى أن ينال هذا الفيديو إعجابكم، ولا تنسوا دعمنا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم أي جديد، والسلام.